نبلش معاكم أول شيء بالمقادير. عندنا حبة واحدة ليك وهو نوع من أنواع الكراث. عندنا 3 سلاري وهو نوع من أنواع الكرفس. حبتين جزر، 2 بصل أصفر، شدة بقدونس. وفي عندنا تايم فريش وهو نوع من أنواع الزعتر البري. ورق الغار. في عندنا ديايا حجم 1100 جرام. قطع السلري بهذا الشكل. بالنسبة حق الجزر نقشره، نقصصه هم قطع كبيرة. البصل ناخذه نقصصه 4 بهذا الشكل. لأننا راح نستخدم هذه الخضروات في المرقة ما نحتاج ان احنا نقصصهم صغار وايد، علشان كذي قصصنا الخضرة كبار. شدة البقدونس نفس ما هي نحطها، نفس الشيء التايم نحطها، وكذي خضرتنا صارت جاهزة. اللي نبيه من الدياي فقط العظم، مطلوب ان احنا نشيل اللحم. والحين نبلش الطبخ. اول شيء نحط الدياية بالجدر، نضيف عليها ماي بارد، انا هني مستخدم قلاية الماي، مو عشان احط ماي حار بس على اساس اعرف كم لتر. انا هني حطيت 2 لتر ماي بارد، ضروري انه يكون ماي بارد. بعد ما نغلي الدياية على نار وسط نشيل الزفارة كلها، ويظل عندنا الدياية بهذا الشكل. بعد ما شلنا الزفارة وغلينا الدياية نشيلها ونبدل الماي كامل، تبديل كامل، ونقص الجذر. الحين بالجذر نضيف ماي بارد، للتذكير القلاية بس حق المقاس مو انه ماي حار. نضيف 2 لتر ماي بارد جذر جديد. رجع الدياية اللي غليناها وشلنا الزفرة منها على الماي البارد. الفرق الحين ان النار لازم تكون هادية واطية، لازم تغلي الدياية مرة ثانية على نار هادية. بس يبلش الماي يغلي بهذه الصورة نبلش نحط الخضرة. ننزل الخضرة شوي شوي بالماء الحار. مثل ما انتم شايفين الحين ما حطينا ولا بهارات بالمرقة، بس مسمار على كل ربع بصلة، حبة مسمار على كل ربع بصلة، الملح والفلفل الأسود ما في، كله إن شاء الله بالنهاية راح نحطه. ننزل باقي الخضرة
الحين نغطي الجدر ونخليه يغلي ما بين 45 دقيقة إلى ساعة على نار هادية. أنا معاي تقريبا خذ 45 دقيقة على ما غلى، طفينا النار وخليناه لمدة ساعة على ما يبرد. بعد ما صارت المرقة دافية شوي عشان تكسر المواعين، شخلناها بمشخاو خليناها تقريبا ساعتين برا على ما تبرد وغطيناها نايلون. كذي المرقة صارت جاهزة للاستخدام، خليها بالثلاجة تقعد معانا لمدة تقريبا أسبوع، نقدر نستخدمها مع روزوتو مع الباستا حتى أساس الشوربة نقدر نستخدمها.